فهو عيد، فهو عيد أيها المؤمنون، ويجب أن نتجنب في أيام العيد وسائر الأيام الإسراف والتبذير وارتكاب المحرمات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين أستغفر الله. الله أكبر، 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 الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على خاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إخوة الإسلام، إن المؤمن الحق مطالب بالمداومة على الطاعات والعبادات، فالطاعة ليس لها موسم معين، حتى إذا ما انقضى هذا الموسم عاد الإنسان إلى المعاصي مرة أخرى، بل إنها مستمرة الدوام بدوام حياة العبد وتحقق شروط تكليفه بها. وهذا ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقيل لبشر الحافي رحمه الله: إن قوما يتعبدون ويتهجدون في رمضان ثم يفطرون بعده عن العبادة، فقال رضي الله عنه: بئس القوم، قوم لا يعرفون الله حقا إلا في شهر رمضان. إن الصالح الذي يتعبد ويجتهد السنة كلها. إن المداومة والمواظبة على الطاعات والعبادات هو امتثال لقول الله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وقوله: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، أي إذا انتهيت من عبادة وطاعة.